السلام عليكم ورحمة الله، يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم. موضوع جديد من مواضيع حياتي في سويسرا. يعني أول ما تشوف الجو هيك تقول الوضع تمام، لكن 6 ناقص درجة في الحرارة، -6، تجمد واضح، أزاز. كمان هون مثل ملاحظين الجليد، سبحان الله. على فكرة هاي أهون شوي لأنه صايرة في منطقة مغلقة، أما في الخارج في جليد أكثر، صقيع، لسه في ثلج على أسطح الأبنية زي ما ملاحظين. هاي شوف مكان آخر، يعني السؤال البديهي اللي اطرحوه علي انه ليش ما صورت بالريف الصقيع؟ اخواني هون ما في بركة مي بالزفت او بركة مي على يمين الطريق او تسريب مي من انبوب او اي شيء، ما في، كله مدروس، ولا بتشوف بركة مي لا على الزفت ولا على التراب. لو في برك مي فوق بتشوف هلا يمكن حوالي 6 سم جليد، يكون سماكة الجليد. ليش؟ لأنه فوق أبرد من هون. إحنا بنص المدينة مثل ما ملاحظين حركة سيارات، هذا كله بيكسر من حرارة الجو. في مرتفعات تصل فيها درجات حرارة 30 تحت الصفر، يعني ما في حياة فوق بالشتاء خالص. في بيوت بس للصيف فقط. هاي النقطة اللي حبيت أوصلكم إياها أو المعلومة. من هون لحدث آخر أو لقاء آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.